خير الراجل، خيرك توكوك يا راجل. لا حول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا راجل شنو فيه؟ خيرك؟ شنو فيه؟ إيه؟ قولي شنو هو اللي ما فيش؟ شنو هو اللي ما فيش يا راسي يا راسي يا راسي؟ شنو هو اللي ما فيش؟ وننذر عليه خيرك انت ماشي جاي وتوقوك واق واق وشن خلاص؟ قالوا لنا وكاين اسبوعين، اسبوعين الكورونا، وقلنا وكاين اسبوعين هذو مايا وتو يفوتوا، وتو يتكلموا عن انهم بيزيدونا اسبوعين، تا اسبوعين ثاني. تي باغر قعمز قعمز، تي قعمز هو يجي بروحه، تي قعمز يا راجل. باي شد بيديروا لك، هاي شد بيديروا لك، يخلوك هيك مش فيه هم الكورونا هذا اللي جانا فخر العمر، خيرك هيك مش تفهم، ولا تبي الناس هيك يسيبوكم هيك وخلاص، تعب عليك، بعدين لا قدر الله تمرض، منو بيك هاي؟ منو بيك يا بابا؟ ترى قول لي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، قعمزت يا سيدي هاي تفضلي. الله غالب، الله غالب، الله غالب، قداش منا الواحد، قداش يبي يستحمل، يعني قداش منا. ويا ريتها يا ريتها داروا الحجر الصحي هذا وعبوه بعبين الناس. عبوه بعبوه الناس؟ يعني شنت بهم هاي؟ شنت بهم يديروا الناس المسؤولية ناري اللي في جاي فيهم حتى هم؟ بسيطة. يعني هم لو خلوكم كيف ما تبوا، وبعدين هم هم دارين، أي واحد يطلع في الشارع يديروا له مخالفة. إيه المخالفة هذه أو الشرطة هذه؟ هذا شيء بسيط جدا، شيء بسيط جدا وعادي جدا. يعني كيف شيء بسيط وعادي جدا؟ البيش انت بيهم يديروا اكثر من هيك، محافظين عليه صحتكم ويدروكم في مخالفات بقى وبعدين. في حاجه كان مفروض يعطونا تعويض عليه الحجر الصحي، باي ما لا شنو فيها هاي؟ شوفي هذا المثل، توني راجل صاحب ورشه وماجر المحل ايجار، منين نبي نصرف؟ لا هذه صح، عندك الحق، هذه كلامك مظبوط. صح مرات الواحد عنده مثلا تاكسي، افرض التاكسي هذا وقف باي، منو بيه؟ كيف يبي يعيش الراجل صاحب التاكسي؟ قالوا برا غادي كايا، قالوا لا يهم بالمواطنين، يجيبوا لهم في الماكله ويجيبوا لهم في الاشياء نتاعهم، حتى الحلويات يجيبوا لهم فيهم لعندهم في الحوش وهم في الحجر الصحي. هاي تفضلي. والله تب الحق، حتى ساره بنت اختي تكلم فيا من لندن، ما هي قاعده غادي هي وصغارها وراجلها، قالوا لي تعرفي والله يا خالتي احنا يجيبونا حتى في الورد، لا مش هيك، يعطوا فيهم حتى فلوس كل نهايه اسبوع. رحمة ربي. جتني فكره. خلي بنكلم محمد الهوني. محمد الهوني؟ قصدك محمد الهوني بتاع التلفزيون؟ اللي محمد الهوني بتاع برنامج دويليبي قناة سلام. طب وانت بيرد عليك محمد الهوني؟ تي بالله مسكين يا ناري حتى ولا. خليني تو، خليني 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 اتصل بيه وبعدين سهل. تعرف لو كان يرد عليك محمد الهوني صح ليدك. ايوه الو استاذ محمد، ايوه كيف حالك؟ لا باس عليك. لا 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 مش فتحي كحلول، انا الطيب الطيب جاركم. اي الاصوات تتشابه. اي تسلم عليك وقالت لك تشارك هي في البرنامج بتاعكم. والله ما ربحت حتى مره، ربحني مره واحده يا استاذ محمد، بالله ربحني مره واحده. قلت لك ربحني مره واحده، ما يكون يوم تحاول تتصل بيكم ما في برنامج الا لما بنشارك، وما شاء الله عليهم بنسلم عليه خالد كافو وعزو وشكون ثاني عزو؟ اي وفؤاد القريتلي ما شاء الله عليه حتى هو، بس لا ما في زمن بيسلم لي عليه استاذ محمد. باهي باهي تسلم عليك، بارك الله فيك. بالله يا استاذ محمد نبي رقم رئيس لجنه الكورونا. اي با 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 بارك الله فيك، صحيت باي مرة انا في انتظارك. شكرا. شن قال لي؟ قال لي بعد شوي انا بعت لك الرقم. تو بيفضى بيك استاذ محمد الهوني وبيرد عليك انت يا طيب، يا حتى انت فاضي بيك تو راه مسكين يودي في البرنامج نتاعنا، نشهد بالله راه والله العظيم برنامج قنين ويحبوه الناس، والناس هل بهك يشتركوا فيه على قناه سلام هو ولا؟ هو يا عين عليك يا رجال الرقم بعته. اهو حلو جدا بالحق بعته، بارك الله فيه. باهي خلص اتصل بالناس، ما اتصل بس شوي ثانيه، سبعه تسعة واحد زيرو. ايوه
تو تشوفي. هلا الو تو تشوفي. ايوه رئيس لجنة الكورونا. ايوه 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 لا بارك الله فيكم، صحيتوا، الله يرحم والديكم، بارك الله فيكم. لا عادي جدا، حتى كان بتزيدوا ايام الحظر زيدوهم عادي، نحن ما عندناش مانع، نحن تهمنا مصلحة الوطن والمواطن والمواطن. بارك الله فيك. لا الحمد لله، بارك الله فيك. ايه ايه لا 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 ما نبي شيء، غير حبيت نقول لكم شكرا، بارك الله فيكم على مجهودكم الطيب، وتشكروا يلي قاعدين في الصفوف الأمامية ومحافظين على الوطن وعلى المواطن وعلى المواطن، بارك الله فيكم. شكرا 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 شكرا. يا باب راتي والله طيب، كان يفحط يكشخ حليني وجي لي التليفون المواطن. خير خير كم تتكلمك خيرك نعجد. صار لي اللي صار ومنى صار لك اللي صار بيت واهدى يا بابا، وان شاء الله يا كبدي طاسة الشاهي ترقرق، وعاد نبي نقول لك المثل الشعبي متاعنا يا كبدي. قولي تفضلي. يقول المثل الشعبي في الوجه مراية، في الوجه مراية. ترى كمل يا طيب. أكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهيك تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون، وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.